في بعض الطلبات كده لو انطلبت منك الرجل او المعجب ايا كان طلبهم منك جاوبت لا، تخليكي مميزة، تخليه يفكر فيكي، يتجنن بيكي، يتشد ليكي. خدي بقى المهم، يشوفك مميزة عن اي بنت تانية هو شافها او عرف. هو ده بقى موضوع حلقتنا بتاع النهاردة. يلا بينا 3 ثواني بس، 3 ثواني اقول لكم اهلا بيكم واقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان انا ارحب بيه وعيلتي تقوم بالواجب معايا. يعني اشتركوا في القناة، اختاروا الجرس واختاروا الكل عشان اشعارات الحلقة واي حلقة ننزلها تسمعوها معانا. يعني خلينا نقول في شخص بيكون معجب بيكي او عايز يقرب منك او انت مرتاحه له. ممكن الشخص ده يكون قريبك، ممكن يكون زميلك في الدراسة، ممكن يكون زميلك في الشغل لو انتوا بتشتغلوا، ممكن يكون جارك حتى، بس في كلام على الأقل بينكم وبينه. الشخص ده بيجي في مرحلة كده المفروض يعني عايز ياخد خطوة لقدام معاكي، أو عايز ياخد خطوة إيجابية زي ما احنا بنقول معاكي. فغالبا في زمن السوشيال ميديا بيحاول ان هو يطلب منك الإيميل بتاعك أو رقم موبايلك. حلو، الشخص ده مبدئيا انت مرتاحه له، انت عايزاه، انت متقبلاه زي بالظبط ما هو متقبلك. هو الحب ما فيهوش مشكله يا جماعه، والاعجاب ما فيهوش مشكله، عشان في بعض الناس تقول لك الزلق من حقنا ان احنا نعجب ونحب ونتشد وعادي، ودي طبيعه الحياه ما دام ما بنعملش حاجه غلط او مش هنعمل حاجه غلط. اولا انا انصحك اوعي ان انت في اي موقف تطلبي رقم او اكونت الشاب. انت كبنت الكلام ليكي، نصيحة من اخوك، اوعي مهما كانت جرأتك ومهما كان هو خجول ان انت تيجي في مرة من المرات تحاول ان انت تطلبي منه رقم موبايله او تطلبي منه الاكونت او اسم الايميل او ايا كان. لان مفيش رجل في الدنيا بيحب البنت الجريئة زيادة عن اللزوم، والموقف اللي انت هتعمليه ده هو اكتر موقف هيديله ايحاء ان انت جريئة واخدت دوره. خلي بالك، اوعي تقعي اطلاقا في الفخ ده. السؤال بقى او المطلوب بقى، لو جه قال لك هاتي رقم موبايلك، وغالبا هيكون بحجة يعني عشان بقى احنا ما هو في بعض اللي يعني القرايب عادي، انا ممكن بنت خالتي اخد رقمها، بنت عمي بيبقى معايا رقمها، احنا قرايب. ممكن زميلتي في الشغل بحكم ان في شغل بينا، ممكن زميلتي في الدراسة بنعمل بحث مع بعض، هنطلع رحلة بناخد مراجع، ممكن في حاجة كتير قوي اقدر ان انا اروح للبنت لو هي عجباني اقول لها انا عايز رقمك. انا انصحك من اول مرة ارفضي. يعني لو هو جه في اول مرة بيقولك هات رقمك، اوعي تديهوله من اول مرة، وخلي رفضك بذكاء، مش رفض كده تحسسين ان انت اهنتي، لا، رفض كده بذكاء مع ابتسامة خفيفة، ابتسامة ما بقولش ضحكة، ابتسامة خفيفة كده، وحجج، لازم يكون في حجة كده لطيفة او مقبولة. يعني والله معلش ما بعرفش ان انا ادي رقم الحد مثلا، او ما ينفعش، او ما تعودتش على كده. هو السؤال انت ممكن تقولي لي يا عم انت ايه اللي انت بتقوله ده، انا هيكون عاجبني وما صدقت ان انا يجيني، وما صدقت ان هو يطلب مني حاجة زي كده. طيب تعكيها وبعد كده ترجعي تقولي ايه، ولا تمشي صح من البداية؟ جاوبوني، انا ماشي معاكي واحدة واحدة وبقولك الصح. اعملي الصح وكملي معايا للاخر، دايما كملي في حلقاتي، خديها للاخر، شوفي انا عايز اقولك ايه في النهاية وفي الاخر، يا تقتنعي او ما تقتنعيش، وانا هجبرك، انا هجبرك انك تعملي حاجة. انت لو مش هتشوف ان كلامي ده منطقي وعقلاني مش هتنفذيه، صح؟ وانا هضربك على ايدك واقولك نفذيه، لا، بس الرفض يبقى بشكل لذيذ. طيب، طلب الاكاونت ما طلبش رقم الموبايل، ممكن لو انت مش قادرة اوي ان انت تعملي الموقف ده، ممكن تديله الاكاونت بتاعك، ممكن تديله الاكونت، بس لازم يكون طالبه بحجة. يعني ما ينفعش يجي كده موقفك ويقول لك هات الاكونت بتاعك، لازم يكون في حجة. هو بيستعبط وانت عارفة ان هو بيستعبط، ولكن في حجة مقبولة اديتك الاكونت بيها او من خلالها. يعني حجة بقى زي مثلا والله اقل حاجة يقول لك في موضوع مهم خطير، حياة او موت، مش عارف اكلمك فيه هنا، فلو سمحت الايميل بتاعك نتكلم فيه، ده اقل حاجة.
لازم يكون في حجة قوية. يعني انتوا بقى زمايل قرايب زي ما احنا قلنا، لازم يكون في حجة قوية مقنعة. يبقى رقم الموبايل لا، دي من اول مرة. الايميل ممكن، بس لازم يكون في حجة قوية. طيب يعني دايما لو انت اديتيه رقم الموبايل من اول ما يقولك هاتيه، انت زيك زي 20 واحدة عارفهم قبل كده، فمش هتلفت انتباهه ومش هتبقي مميزة بالنسبة له في حاجة، وانت وقعت هنا في الفخ اللي انا بحذرك منه. خلي بالكم الحلقة دي فيها افادة كبيرة اوي، احنا لسه ما خلصناش، خدوها كلها على بعضها. وانا برضو بقول لو شايفينها مهمة تفيد البنات تنقذهم من موقف وحش، دوسوا لايك. اللايك ببساطة بيوصلها لأكبر قدر من أصدقائنا. الحلقة بتاعت امبارح طلبنا 1000 لايك، ادتونا 3000 لايك. هطمع النهاردة وأقول نحط 2000 لايك للحلقة دي، وعيلتي مش هتأثر رقبتي يعني قدام الرجال. أنا خسرت كل أصحاب الرجال عامة بسببكم وبسبب الحلقة دي، بس يلا مش خسارة فيكم. ما تطلعونيش بقى قدامهم كده، ما تشمتهمش فيا يعني. طيب، أخد منك الأكاونت، رجاء اقعدي يومين. يومين احنا بقى بنتكلم على شخص انت شايفاه جد، او حاسه ان انت مرتاحه له وعايزه تبداي علاقه معاه صح، وعايزه تبداي خطوات صح معاه، ما توجعكيش بعد كده عشان ما يسيبكيش او يتغر عليكي او يشوفك واحده اي كلام. انا بنصحك، عايز اخرجك من المواقف اللي انت ممكن توعي فيها. اقعد لك يومين او ثلاثة ما ترديش، لان هو طبيعي اوريدي اول ما ياخد الرقم، عفوا اول ما ياخد الاكونت هيروح يكلمك. واذا ضعفتي وما قدرتيش واديت له الرقم، امر لله، اعملي زي ما انا هقول لك كده، لازم يومين او ثلاثة ما ترديش عليه. يعني هو خد الرقم مثلا سي يوم السبت، السبت والحد والاثنين انا مش موجودة، يبعت يرن ما بردش. وبعد كده تحججي بقى بأي حجة، التليفون بتاعي كان تايه، كان مسروق، كان ضايع، ما كنتش فاضية، أي حاجة أي حجة. والسلام. ليه؟ النفس البشرية وعلم النفس يقول لك إيه؟ الحاجة اللي الإنسان مستنيها وعايزها كل ما تتأخر وما يبقاش عارف السبب إيه، يتجنن بيها أكتر. بس عرفت أنا ليه بقول لك كده؟ والحاجة اللي تجيلك سهلة، أهو بقى أنا بجاوب كلامي أهوت، أنا والله ما بتكلم من فراغ، أنا مش بقولك الكلام ده كده من دماغي، أنا بقولك السبب أهو بقى، الدليل أهو. خلي بالك الحاجة اللي بتيجي سهلة ما نحسش بقيمتها، الحاجة اللي أبذل مجهود عشان أوصل لها وأتعب أحس بقيمتها وأتمسك بيها قوي وأشوفها مميزة عن غيرها قوي. وده اللي أنا عايزك تبقي زيه او تبقي فيه. انا عايزك تبقي حاجة مهمة عنده، عايزك تبقي حاجة متمسك بيها قوي، خايف عليها قوي ان هو يضيعها. خليكي معايا بقى، مكملين مع بعض اهو. اللايك مستنيني وهيشمتوا فيا، والله خلوهم يشمتوا فيا بقى. تمام، انا قلت قبل كده بتبعتولي على الخاص، انا ما بردش عليكم واحد واحد، بس انا بعمل الحلقات دي بجاوب فيها عليكم، فاوعوا تزعلوا مني. حلقات التوعية دي كلها إجابة على رسائلكم اللي بتجيني على الخاص. حتة حلوة بقى، انت مرتبطة بشخص يعني مرحلة متقدمة شوية عن المرحلة دي، حتى لو خطيبك، عايزة تعرفي ينفعلك ولا لا، حبك بجد ولا لا، راجل ولا لا. إيه يعني، هو انا كنت اتكلمت عن النقطة اللي انا هقولها دي من شهور في حلقة قديمة قوي، بس هركز عليها في حلقة النهاردة. او حتى في البداية، لسه في بداية التعارف كده، عايزة تفهمي هو ينفع ولا لا يعمل اللي انا هقولك عليه ده. جربي مرة تصرفي عليه بشكل مباشر او غير مباشر، شوفيها هيقبل ولا لا. سهلة جدا، اعزميه في مرة، خرجيه في مرة، هاتيله هدية في مرة، قبل الهدية ماشي، طب ردها، طب لما بيردها بيردها بنفس القيمة ولا بيردها بقيمة أعلى شوية ولا بيردها بقيمة أقل أوي؟ خلي بالك. طب لما بتخرجي معاه وتعزميه بيقبل مرة واتنين؟ الرجل عامة لو انت دي علامة قوية تكشف لك وبيحبك بجد ولا هو راجل بجد، يعني مهم أوي. الراجل ما يخليش أي رجل في الدنيا بيحب بجد، ما يخليش الأنثى اللي مرتبط بيها تصرف عليه ولو جنيه واحد ولو ليرة واحد ولو درهم واحد.
ادي بكل العملات اوت، ولو دولار واحد حتى لو ما فيش في جيبه يستلف، لو ما فيش في جيبه فلوس يروح يستلف بس ما يبانش قدامها كده. نصيحة لكل البنات اللي في بداية العلاقة وعايزة تعرف، خلي بالك من الحتة دي اوعي، وحتى لو مزنوق وما طلبش منك، شوفي ما طلبش منك انك تساعديه وانت قلت له خد، اخد فرملي، اعملي ستوب. نصيحة من اخ ليكي، زي ما قلت لك انا مش بجبرك على حاجة وماليش هدف غير ان انا انصحك وما اوقعكيش في الغلط، وانت ونفسك بقى، وانت واللي انت شايفاه بقى، وانت واللي انت عايزاه بقى. اكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي. طبعا الحلقة دي انا شايفها مهمة قوي لكل البنات في مختلف البيئات والثقافات والاعمار. رجاء شيروا الحلقة دي على قد ما تقدروا، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، شيروها، مش هتخسروا حاجة. حبوا الخير للكل، نوعي بعض، نرتقي ببعض. انا لو بتفرج وشيرت لواحدة صاحبتي وهي شيرتها لصاحبتها وصاحبتها، خلاص هو ده اللي احنا عايزين، وصلت المعلومة، وده هدفنا. اللايك كمان زي ما قلت يساعدنا قوي ان اليوتيوب نفسه يقوم بتشييرها لأكبر عدد من أصدقائنا. اكتبوا لي آراءكم يا ريت، انا بحب ان انا اشارككم وبقرا كل تعليقاتكم حتى لو عدت الـ1000 تعليق في اليوم الواحد على الحلقة الواحدة. والى اللقاء.